السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم اليومي ترحيب من هذا المكان الجميل بسوق واقف. ونرحب أيضا بمستمعينا الأعزاء عبر تردد 97 FM، ونقول مساك الله بالخير يا أبو ثامر. حياك الله يا خالد، وكذلك التحية لمشاهدينا ومستمعينا الكرام، نحييكم في هذه الحلقة المتجددة من برنامجكم برنامج ترحيب، وكذلك مع هذه المواضيع المميزة وكذلك المنوعة. وهنا نقف مع أبرز عناوين حلقة اليوم. طبعا عناويننا راح تكون منوعة مشاهدينا ومستمعينا الكرام. نعم. بتنوع المواضيع التي بإذن الله سوف نتطرق لها من خلال مسار هذه الحلقة. بالتأكيد يا أبو ثامر، أنا ما أدري إيش فيني اليوم على اسمك. يكون بردان بس. لا ظهر من البرد. الأجواء حلوة. الأجواء حلوة وما شاء الله تبارك الله. يلا هذه فرصة زينة، وإحنا من عبر شاشة قناة الريان نوجه هذه الرسالة إلى كل الناس إنه يجون ويغيرون جو في هذا المكان الجميل وجماعة الخير. ترى برد الواحد لازم يتدفى. إذا نقول أعزائي المشاهدين، البداية أعلن اتحاد الرياضة للجميع عن بدء التسجيل في دوري شباب قطر لعام 2019 لغير المحترفين، والتي تقام تحت إشراف وزارة الثقافة والرياضة. نعم، وللحديث أكثر عن الدوري وتفاصيله يسرنا أن يكون معنا في الاستديو السيد عبد الله الدوسري، مدير دوري شباب قطر 2019. حياك الله يا عبد الله، سعداء بتواجدك، نقول الله يعطيكم العافية. الله يحييك، أنا سعيد جدا بتواجدي معاكم في الاستديو. يا مرحبا ومسهلا فيك يا عبد الله. عبد الله، أول شيء ودنا نتكلم ونعطي نبذة عن دوري شباب قطر، وخصوصا للناس المشاهدين اللي يمكن أيضا كانوا متابعين لهذا الدوري. طبعا ولله الحمد دوري شباب قطر بشكل مبسط عشان الجميع يعرفون دوري شباب قطر. دوري شباب قطر هو بطولة يقيمها الاتحاد القطري للرياضة للجميع. نعم. لرابع سنة، اللي هي النسخة الرابعة. ما شاء الله. الفئة المستهدفة في دوري شباب قطر فئة الشباب القطري. طبعا هدفنا في هذا الدوري أن نقيمه بصورة احترافية وتنظيم احترافي لنهيئ للشباب القطري البيئة المناسبة للعب كرة القدم. ممتاز. بتنظيم ومستوى احترافي يوازي دوري المحترفين القطري. ممتاز، ونتوقع أن هذه أيضا نقلة الحقيقة ومسار آخر بجانب الدوري، وهذا أيضا يعطي لون آخر على الرياضة، وكذلك فرصة للشباب أيضا في 2019 أنهم يكونون متواجدين في هذا الدوري. خلني بس نتكلم عن هو العام الماضي وقيم هذا الدوري. نعم. نعم. أبي الفوارق الآن. نعم. بين العام بين 2018 و2019. النسخة الثالثة اللي هي 2018 فاز فيها فريق الشقب. نعم. خذ لقب البطولة. طبعا هذه السنة اللي يفرق عن السنة السابقة، عدد الفرق بدأ في زيادة. طبعا بما أن عدد الفرق زاد، التنظيم راح يزيد على الفريق اللي يشتغل في دوري شباب قطر. طبعا نهدف إلى استقطاب الشباب اللي مبتعد عن الأندية، اللي حياته اليومية أبعدت عن التسجيل في نادي أو أبعدت عن ممارسة الرياضة. طبعا إحنا قاعدين نحاول نوفر البيئة المناسبة الصحية الرياضية لممارسة رياضة كرة القدم بصورة احترافية نفس ما يشوف المحترفين يلعبونها. نعم، احنا نقول قواكم الله يا عبد الله، وهذه الفكرة جدا ممتازة للأمانة، لأن ما شاء الله الرياضيين مهتمين بصحتهم من الأول، ولكن احنا نتكلم عن الناس أو الموظفين عموما، يعني هم يمكن أخذتهم الدنيا بمشاغلها شوي ومحتاجين. صحيح. إلى هذه الفسحة، وهذه الفسحة الجيدة جدا، أنها الحلو فيها أنها هي فسحة رياضية. اينا. ولكن مش الصعوبات الآن، احنا نعرف كرة القدم خذوا هارد معاكم. السلام مبارك، انا حطوني حارس. الجميع احنا مرحبين بجميع. هو يبيني اركض بثامر. طبعا أنا اذا بتسوون فريق انتم ما عندنا مشكله. فريق الريان. فريق قناه الريان احنا نطرح الفكره. اذا بتسجلون حاضرين. السلام مبارك. بالعكس تضيفون على الدوري تغطيه اعلاميه اكبر ويوصل للمجتمع بصوره اكبر. بالعكس اعتقد عبد الله يمكن هدفهم بثامر ان احنا الموظفين، يعني هم ما يدورون على الناس المحترفين. صح، في دوريات وبطولات كثيره كشركات او جهات رسمية تقام هذه البطولة. نعم. ولكن احنا توجهنا لفئة الشباب بشكل عام. ممكن انتم في فريق قناة الريان تشكلون فريق بشكل غير رسمي. نعم. ولكن مشاركين معنا احنا. هذه بهذه الطريقة نرحب فيكم. صحيح. ونتمنى الجميع يشارك بهذه الطريقة. نعم. ان شاء الله. خليني اقف عند غير رسمي، لأن البطولة غير رسمية كجهات، لأن في بطولات للوزارات. نعم. في بطولات إعلامية للجهات الإعلامية. نعم. في بطولات الأندية والمراكز الشبابية. صحيح. ولكن لا، هذه ابتعدنا، يعني هذه بطولة ابتعاد تام ودية. عن الأشياء. نعم. الرسمية لأشياء ودية. صحيح، هي الآن وضحت الصورة، لكن أبي أتكلم عن الفترة اللي يقام فيها
الدوري لسنة 2019، هذه نقطة. النقطة الأخرى والأهم الحقيقة، إذا كانوا هم موظفين فيحتاجون إلى تأهيل بدني صح للمشاركة في الدوري، هل كان هناك تخطيط مسبق لكل هذه الأمور؟ هذه من النقاط اللي بدينا في دراستها قبل ما نطلق دوري شباب قطر. أول شيء الوقت إطلاق دوري شباب قطر يتزامن مع اليوم الرياضي. هدفنا في الاتحاد القطري الرياضة للجميع، ممارسة الرياضة بشكل متواصل طوال العام. نعم. فبمجرد انتهاء اليوم الرياضي، اليوم اللي بعده احنا نبدأ دوري شباب قطر. ننشر ثقافة ممارسة الرياضة بشكل مستمر وبشكل صحيح يومي. صحيح. هذا الهدف منها، تقام لمدة تقريبا شهر ونص إلى شهرين تقريبا على حسب عدد الفرق المشاركة في هذه البطولة. نعم. طبعا نأكد على أن ممارسة البطولة هذه الوقت محددينه تقريبا 20 دقيقة إلى 25 دقيقة لكل مباراة. نعم. الوقت ما فيه ضغط على اللي ما مارس رياضة. 20 دقيقة فقط الشوط، 20 دقيقة يعني 40 دقيقة الشوطين. أي نعم. طبعا هالوقت ما راح يسبب مشاكل صحية أو بس بعد مثل ما قال سالم أن أنت بعد تحتاج إلى الإعداد البدني، يعني أكيد هم بيدخلون رياضة كرة القدم، إحنا نعرف أن فيها احتكاك مباشر. صحيح. هذه إحنا بدينا الحين تسجيل من الأحد الماضي، بدأت فترة التسجيل. طبعا أي فريق كان يسجل عندنا أو طلب التسجيل عندنا نطرح له فكرة أن إحنا موجودة عندنا إدارة ملاعب فرجان في الدولة، منتشر تقريبا 16 ملعب موفرين هذه الملاعب لتدريب هذه الفرق قبل بداية البطولة. يعني الملاعب هذه متوفرة لأي فريق يبي يشارك، نوفر له أوقات معينة في طوال الأسبوع يكون يتمرن فيها في هذه الملاعب. ممتاز. 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 انا اتوقع هذا الحقيقه نقله مثل ما ذكرت اخوي عبد الله. جوائز ما بدنا نعرفها مكامل. اي اتوقع احنا بدنا نعرف الجوائز، ما ادري عندك جوائز البطوله؟ في جوائز لازم تكون في جوائز. ابشرك، هاي جوائز البطوله تم السنه اللي طافت، كان الفريق الاول 50، الثاني 40، نعم، الثالث 30,000. نعم. ولله الحمد في دعم لهذه البطوله ما شاء الله. من القائمين على اتحاد قطر الرياضه للجميع على راسهم رئيس الاتحاد. جوائز هذه دوري شباب قطر لهذه السنة تتجاوز 200,000 ريال. ما شاء الله. المركز الأول ولا بالإجمال؟ الثلاثة المراكز الأولى تتجاوز 200,000 ريال. الثلاثة المراكز الأولى. هذه نقلة الحقيقة بين العام. هذه نقلة. نتكلم عن الضعف. نعم، هذا دافع للشباب المشاركة في هذا الدوري، دافع لهم للمنافسة بصورة جميلة وتنافسية وأخوية ودية بين الفرق المشاركة في هذه البطولة. نعم. بالتأكيد أنا يعني إحنا يمكن ننتهز الفرصة الآن ونجدد أيضا يعني هذا الإعلان للسادة المشاهدين اللي ودهم يدخلون ويشتركون في هذه المسابقة، اللي من أجل إذكاء روح التنافس من بين الناس المتنافسين وإعادة النشاط والحيوية، لأن الأمانة مغريات الحياة كثيرة جدا. يعني الواحد وده أي تشغل وده الواحد يقعد يرتاح وهالشكل، ما وده إنه يتحرك، لكن الأمانة يعني نسبة السمنة قاعدة تزيد وأنت تحتاج إن تحرك الناس تخليهم شوي مرسون. إينا. الهواية اللي يحبونها، وأعتقد إن يعني لها شعبية كبيرة والدولة ما قصرت وفرت كل الأشياء اللي إحنا محتاجينها. في هذا يعني في هذه النقطة نفس ما قلت إن بعضهم عنده ضغوط الحياة وضغوط العمل، وممكن لما تقول له في بطولة يقول لك لا فيها محترفين، لا فيها أجانب. صحيح. الفارق المستوى الكبير بيننا وبينهم، لا هذه البطولة ما في فارق مستوى، المحترفين خارج هذه البطولة، احنا عندنا هذه البطولة فقط للقطريين اللي هم فئة الموظفين، الموظفين يعني لغير المحترفين، يعني المستوى ما راح يكون في فارق كبير بين اي لاعب ولاعب. نعم، يعني المحترف ما يسجل، يعني الميدان يا حمدان يعني المحترف ما يسجل، لا ما يسجل ابدا. هالبطولة نعتذر منهم، التسجيل فقط للقطريين. طبعا طوال السنة احنا عندنا بطولات اخرى، المقيمين نرحب فيهم مشاركة بهذه البطولات. قبل شهر ونص كان في بطولة مشارك فيها مقيمين وقطريين، طبعا نرحب فيهم جميعا، ولكن هذه البطولة خصصناها فقط لفئة الشباب القطري. نعم. لفئة الشباب القطري وكذلك الموظفين. يلا شدوا حيلكم يا شباب، وباب التسجيل أيضا مفتوح مثل ما ذكر أخوي عبد الله. نعم. هل هناك تحديد للفرق المشاركة في هذا الدوري، رقم معين لا يتجاوز، يعني عشان بعد ننبه المشاهدين إذا حبوا يشاركون يلحقون على خلال شاشة قناة الريان. نعلن أن إحنا نرحب بأي عدد من الفرق المشاركة في هذه البطولة. نعم. هنا يعني تحتاجون جدولة أنتوا. أتوقع أن بعد ما يتم التسجيل ويغلق باب التسجيل راح يتم حصر الفرق الموجودة. نعم. ومن ثم عمل جدولة لهذه. نعم. الفرق متى انتهاء يوم التسجيل؟ آخر يوم التسجيل عندنا إحنا هدفنا الشباب، ما نبي نسكر الطريق قدامهم. لو يجي فريق قبل بداية البطولة بيوم واحد راح يتسجل في هذه البطولة. البطولة متى تبدأ؟ البطولة تبدأ تاريخ 13/2. 13/2. أي نعم. أوكي.
13 يعني عندهم تقريبا شهر من اليوم. عندهم تقريبا شهر الى الان من الحين للبطوله شهر. نعم عبد الله، انا ودي اسالك الان، هل انتم توفرون مثلا استشارات للافرقه المشاركه، يعني مثلا تعطونهم خطط ولا تعلمونهم مثلا يعني بعض المهارات الرياضيه، ولا تبونهم كل واحد يدخل هذا الميدان ويجرب ويجيب بطاقته وبلياقته؟ يعني في مدربين ولا ما في؟ الاتحاد القطري الرياضه للجميع، هدفنا نشر ثقافه الرياضه وممارستها بشكل صحي ومناسب وسهل لجميع افراد المجتمع. احنا متوفر عندنا بشكل يومي حصص تدريب رياضيه بشكل مجاني ما شاء الله في حديقه سباير، حديقه سباير وفي حديقه المتحف الفن الاسلامي وفي شيراتون الدوحه. ما شاء الله مدربين مجتمعيين متوفرين في هذه المناطق من الساعه 4 للساعه 6 المساء. ممتاز. يرحبون باي شخص يبي يمارس الرياضه ويبي يتعلم الطريقه الصحيحه لممارسه الرياضه. والله العظيم المجال مفتوح الحقيقه. نعم موفرين يعني لهم جميع والدوله والله ما قصرت وايضا جزء من هذه الدوله في 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 تهيئ الملاعب صحيح. وكذلك الاماكن لممارسه الرياضه، وايضا مثل ما ذكر اخوي عبد الله راح يكون هناك كوتش مدرب يدربكم مجانا ايضا مثل صحيح. ما اشار اخوي عبد الله هذا تأهيل ايضا الحقيقه الفتره اللي هي شهر تقدر ترتب امورك صحيح. فيها ترتب ايضا اعضاء الفريق اللي راح يشاركون، واحنا بنوفر له مكان تدريب الدوري ممتاز. وايضا اذا جهز فريق احنا مستعدين نوفر له اوقات لتدريب الفريق عشان يسجمون ويا بعض قبل بدايه صحيح. ممتاز. طيب ابي اقف عند كم عدد طاقم الفريق سواء كان الاساسي او الاحتياط المسموح به، ايضا ابي اقف على الملاعب اللي راح تتم فيها الدوري. اي نعم عدد الفريق التسجيل بحد ادنى 13 لاعب وبحد اقصى 20 لاعب. 20 لاعب طبعا احنا حطينا 20 لاعب عشان ممكن واحد يعتذر الاحتياط يعني. اثنين يعتذرون، ثلاثه يعتذرون. الفريق الواحد 20 شخص. الفريق الواحد 20 شخص عشان يكون عنده سهوله في تبديل اللعيبه، واذا اعتذروا اثنين ثلاثه يكونون في سبعه غيره ثمانيه احتياط. داخل الملعب 9 لعيبه، تعمدنا نختار العدد 9 مش 11. التسعة في ملعب أصغر من 11. نعم. هدفنا بس لعب كرة القدم بشكل ودي يعني صحيح. بشكل صحيح. رسمي ومحترف 100%. بالعكس احنا يعني بثمر نبارك لهم على هذا المجهود الطيب جداً. يعني الكل قاعد يشتغل في هذا الوطن، يعني بالأول وبالأخير لو تشوف الرسالة اللي قاعدة توصل للعالم، الرياضة هي باب السلام للعالم، وبعدين أنت تحافظ على صحة الناس وتشجعهم مرة ثانية ممارسة الرياضة، بالتالي تخفف الضغط أيضا على صحيح. المؤسسات الصحية بالدولة، وأيضا الناس تستمتع بحياتها وصحتها، تزيد ثقافة الوعي يعني. نعم بالتأكيد الحقيقة هو نفسه والأسرته والأصدقاء والأخير. أكيد وإشارة أخوي خالد أيضا والله يعني أنك تخفف العبء أو الضغط على المؤسسات الصحية صحيح. من خلال ممارسة الرياضة، هذا مش الهدف ترى. نعم. هو الهدف صحتك، الهدف أولاً. صحتك أولا، لكن نعم. لها عوائد إيجابية أيضا على صحيح. مؤسسات الدولة، وهذا الحقيقة اللي إحنا نبحث عنه من خلال ممارسة الرياضة. ومثل ما ذكر أيضا أخوي عبد الله كل السبل متاحة للجميع وميسرة، والتسجيل أيضا لآخر يوم قبل انطلاق البطولة. أيضا أبي أقف عند نقطة مهمة. تفضل. أنا حاضر. من 13 إلى 20، 13 حد أدنى، 20 هو الفريق ككل، طبعا هذا رقم كبير. راح يحضرون، راح يستعدون لهذه البطولة والمشاركة في هذا الدوري 2019، وأنتم أيضا مستعدين. أبي أتكلم أيضا عن جانب مهم، جانب التحكيم. هل هناك تواصل بينكم وبين لجان التحكيم؟ أسماء تدير مثل هذه المباريات؟ التحكيم طبعا نشكر الاتحاد القطري لكرة القدم السنوات الثلاث اللي طافت، وإن شاء الله هذه السنة راح يوفروا لنا حكام معترف فيهم دوليا ممتاز ومحليا لإدارة هذه البطولة. ممتاز. طبعا التحكيم هذا شيء مهم صحيح. عشان هو نقطع أساسي الشك باليقين عند اللعيبة. نعم. لا وأيضا لنجاح البطولة صحيح. أنت محتاج مهم، أنت محتاج أيضا تحسسهم أنه وفعلا هذا المجهود اللي يصير قاعد يصير بمهنية عالية. أنا ودي أسألك الآن وين بتكون هذه المباريات، يعني وش النوادي اللي بتستقبلها؟ طبعا الثلاث سنوات اللي طافت كانت البطولة تقام في استاد الدوحة، إلى الآن إن شاء الله أنها بتقام في استاد الدوحة. في بعض الشباب اللي سجلوا طرحوا علينا فكرة أن نقل المباريات من استاد الدوحة إلى ملعب آخر. إحنا حاضرين باللي اللي يأمرون فيه، أي ملاحظة موجودة منهم إحنا حاضرين. بيضل إحنا في النهاية هدفنا هذه الفئة من الشباب. نعم بالتأكيد لممارسة الرياضة. بتأكيد. طبعا إحنا في اتحاد القطري الرياضة للجميع هدفنا هو نشر الثقافة الرياضية بين أفراد المجتمع صحيح. استراتيجية وزارة الثقافة والرياضة إحنا نشتغل عليها عشان
نوصل ثقافة الرياضة وممارستها بين أفراد المجتمع. هذا أمر مهم، هذا هو الدعم اللي نبحث عنه من الجميع. صحيح. حقيقة. صحيح. لولا تكاتف الجميع لما وصلنا إلى ما وصلنا عليه في يومنا هذا. أيضاً أبي أقف عند نقطة مهمة. تفضل. نظام الدوري هل هو نظام نفس دوري المحترفين، الفريق يلعب مع جميع الأفرقة المشاركة بنظام النقاط، أو هي مجموعات ومن ثم يتم التأهيل إلى المباريات النهائية؟ النسخة الأولى والنسخة الثانية كان نظامها مجموعة واحدة، الفرق كلها تقابل بعضها. النسخة الثالثة كانوا مجموعتين لزيادة الحماسة بين الفرق، لما يكون 20 فريق في مجموعة واحدة. صحيح. ممكن الخمس فرق الأخيرة الإحباط يجيهم لأنهم يلاقون نفسهم في آخر المجموعة. في آخر المجموعة. ولكن لما تحطهم مجموعتين ثمانية بثمانية تلاقي المنافسة بينهم تزيد. نعم. ففي النهاية يعتمد على عدد الفرق اللي بتسجل في البطولة. نحطهم على مجموعتين أو مجموعة. نعم. طبعاً هو الأفضل أنهم يكونوا على مجموعتين لزيادة الحماس بين الفرق. الحماس والتنافس بينهم. عبد الله، أنا ودي أسألك الآن، مثل هذه المباراة، هذه النسخة أو هذا الدوري عفواً، هي النسخة الرابعة أو الجولة الرابعة على مدار 4 سنوات متتالية. طيب، هل في فرق كانت مشاركة في السابق وحابة أن هي تشارك الآن؟ يعني اللي أسماء. شاركت إيه أسماء مثلا، أنت تعرف أسماء معينة؟ أيه. والله هذا الفريق دائما يحاول أن يكون موجود مشارك. طبعا ولله الحمد خلال دوري شباب قطر كان هناك فرق بشكل سنوي تشارك ويانا. طبعا اللي فرق ويانا أن الفريق يكون مشارك هذه البطولة. السنة الجاية نقول وين الشباب اللي كانوا في هذا الفريق؟ نلاقيهم سجلين في دوري الهواء أو الأندية، يعني لقى نفسه، لقى له طريق. نعم. دخل الأندية، راح دوري الهواه اللي هو نصه. نعم. محترفين. صحيح. فطبعا فرصة لهم لإثبات الذات في هذه المباريات. نعم. أكيد. طبعا أكيد. كل سنة الشباب يتغيرون لأن فرقة تغيرت، تلاقي السنة هذه يلعب، السنة اللي بعدها ما يلعب، ولكن الأعداد بشكل كبير تزيد كل سنة. ما شاء الله. ممتاز. المدرب يلعب وياهم ولا لازم يكون مدرب الحالة؟ المدرب لا، ما يلعب وياهم، ولكن إذا يبي يلعب ما عندنا مشكلة. عادي. نعم. ممكن يشارك. إيه أكيد يشارك. هم متسهلين الربع، يبون كل اللي يحليه. لأن ما راح تفرق إذا دخل وياهم الملعب، بالعكس بيوجههم أسرع. نعم. إحنا الحقيقة نقول بيض الله وجهكم عبد الله الدوسري على كل ما قدمتوه من خلال هذه البطولات. نعم. على مدى 4 مواسم متتالية. شكرا على هذا المجهود، والله يقويكم، وإن شاء الله يكون دوري 2019 أيضا دوري ناجح. بإذن الله، ومن خلال شاشتكم بالنهاية أدعو الشباب للمشاركة في هذا الدوري، وأدعو قناتكم أنتم يا شباب مذيعين قناة ريال مشاركة بفريق إن شاء الله. إذا عندنا وقت أنا وخالد حنا بنشارك. نبي 13 واحد، 13 نجمعهم كلهم، توكل نبدأ من الصباح لين الربع كلهم. المحترف عندكم سعود المعاضي. إن شاء الله. إن شاء الله. الله يوفقكم إن شاء الله يا عبد الله. إذا أعزائي المشاهدين، ما زلنا مستمرين معكم، ولكن نطلع الفاصل قصير ونرجع بعده لمتابعة حلقة الليلة من ترحيب. خلكم معنا. حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين، طبعا تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. تستضيف جامعة قطر قمة التايمز للتعليم العالي لجامعات الدول ذات الاقتصادات الناشئة وجامعات أيضا دول البريكس. نعم، وتأتي هذه القمة بمشاركة عدد هام من الخبراء من مؤسسة التايمز للتعليم العالي وقادة من قطاعي التعليم العالي وكذلك الصناعة. نتابع. بهدف تبادل الخبرات وتطوير اقتصادات المعرفة،
انطلقت في جامعة قطر فعاليات قمة التايمز للتعليم العالي لجامعات الدول ذات الاقتصادات الناشئة وجامعات دول البريكس كأول حدث من نوعه في العالم العربي، وذلك تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وكذا بمشاركة خبراء من مؤسسة التايمز للتعليم العالي وقادة من قطاعي التعليم العالي والصناعة. مؤسسة معروفة في العالم تهتم بتصنيف الجامعات، ولكن ليس فقط هو التصنيف كمبدأ عام، وإنما الهدف منها أن هي متابعة وماذا يحدث في على مستوى الجامعات وكيف أن هي تتطور سنويا. هذه القمة قمة مهمة اجتمع فيها عدد كبير من رؤساء الجامعات عندما يلتقون وتشاورون في القضايا، كيف انهم المرونة مثلا بالنسبة للجامعات الناشئة، أهمية التواصل ما بين الجامعات الناشئة والجامعات المتقدمة، هذا كله يؤدي إلى أن احنا نرتقي بالمنتج خلينا نقول اللي تقدمه هذه الجامعات. في النهاية هذا العضو الخريج يجب أنه يكون على مستوى مؤهل، يكون خريج عالمي يخدم في أي جامعة في العالم. وتناقش القمة الاستراتيجيات الخاصة لتعزيز الجودة في مجال التعليم والبحث العلمي وتبادل المعرفة، فضلاً عن التحديات القيادية التي تواجه المؤسسات في الدول النامية وكيفية مساهمة الشراكات في مجال الصناعة في إعداد الطلبة للانضمام إلى سوق العمل. لا شك أن احنا مقبلون على ثورة صناعية كبرى نشهد إرخاصاتها حاليا، هذه الثورة الصناعية الرابعة، وسوف يكون لهذه الثورة تغيير حقيقي في سوق العمل وفي أنماط سوق العمل، وبالتالي سوف ينعكس ذلك على طبيعة مخرجات الجامعات والتعليم العالي وطبيعة وما هو المواصفات المطلوبة من خريج الجامعات، وبالذات مثلا في حالتنا احنا خريج جامعة قطر، بحيث أن الجامعة إن شاء الله تكون جامعة تقدم برامج متميزة وتقوم بأبحاث ومشاريع بحثية متميزة ويكون لها مشاركة حقيقية وتكون أيضا عامل محفز للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة إن شاء الله. الحمد لله هذه القمة بهذه المشاركة وهذا الزخم الكبير نثبت هنا في جامعة قطر على أن قطر تتواصل مع عالمها ومحيطها وتفتح آفاق كبيرة بحيث أنها تنطلق انطلاقة حقيقية لكي تتواكب مع العصر وتكون في المقدمة مع الدول المتقدمة بإذن الله تعالى. حضر القمة أكثر من 240 مشارك من الدول ذات الاقتصادات الناشئة وأكثر من 35 رئيس جامعة من هذه الدول كذلك، وعندنا يعني إحنا استضفنا أكثر من 110 متحدثين تحدثوا عن العديد من المواضيع اللي هي مثل ما تقولين التعاون البحثي بين هذه الجامعات، ما تأثير الاقتصادات الناشئة على التعليم، ما أهم التحديات اللي تواجهها هذه الدول. وتعتبر هذه القمة القمة الثانية من نوعها التي تنظمها جامعة قطر، إذ استضافت القمة الأولى لجامعات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015، فيما ستتضمن هذه القمة العديد من الجلسات النقاشية بالتعاون مع مجلس التايمز للتعليم العالي. إذن شكراً لجامعة قطر على استضافة قمة التايمز للتعليم والتعليم العالي، على أن تعود بإذن الله بالفائدة على التعليم وكذلك التعليم العالي وعلى طلابنا وعلى الجيل المقبل بإذن الله. مشاهدينا الكرام، عقدت اللجنة المنظمة لجائزة التميز العلمي مؤتمراً صحفياً في فندق فور سيزون، أعلنت خلاله عن أسماء الفائزين بجائزة التميز العلمي. تفاصيل أكثر من خلال هذا التقرير. احتفاء بالتميز، عقدت اللجنة المنظمة لجائزة التميز العلمي مؤتمراً صحفياً أعلنت خلاله عن أسماء 94 فائزاً بجائزة التميز العلمي لفئاتها التسع في دورتها 12. وتميزت الدورة الحالية بزيادة المتقدمين بنسبة 30% عن العام السابق.
أحمد الله وشكرا أني شاركت في مسابقة التميز العلمي وتأهلت فيها وفي النهاية فزت فيها. الفضل كله يرجع حق مديرة المدرسة لدعمها لي هي المدرسات، وأشكر أمي وأبوي لدعمهم لي ووقفتهم معاي، وشكرا لقطر والحمد لله على نعمة قطر، وإن شاء الله إذا فزت راح نثبت أن قطر تستحق الأفضل من أبنائها. أول شيء جائزة تمتد على 3 سنوات والتقديم على آخر مرحلة. أنا كنت أشتغل من الصف السادس والحمد لله ربي وفقني وخذت وفزت بالمرحلة الإعدادية، وأنا أعتبر جائزة التميز العلمي كمصنع يخرج القادة والمتميزين. أطمح أن أكون مهندس لتحقيق رؤية قطر 2030، وأشكر أمي وأبي وإدارة مدرستي اللي اتاحت لي الفرصة للمشاركة في التميز، وأشكر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد لرعاية هذه الجائزة. بداية نشكر الحكومة الرشيدة على طرح مثل هذه الجوائز، واللي هي تعد بمثابة إعداد كوادر اللي تلبي احتياجات قطر في المستقبل. وجودنا اليوم مع هالكوكبة الجميلة من الطلاب نشوف الإنجاز والعطاء اللي احنا قدمناه حق قطر ونفتخر بهالشيء، وإن شاء الله أن قطر بنا تسمو وبنا تعلو. أحب أشكر أول شيء ربي اللي عطاني هالنعمة وخلاني أوصل لها المستوى، بعدها أهلي ومدرستي ودولتي دولة قطر اللي دعمتني ووفرت لي كافة الإمكانيات عشان أوصل حق اللي أنا أبيه، وطبعا بعد حصولي هالجائزة ما راح أوقف لا أنا ولا زملائي عن التقدم، ولا راح نوقف عن رفع قطر الأفضل المستويات عالميا بإذن الله. ويهدف الاحتفال بيوم التميز العلمي إلى نشر ثقافة الإبداع والتميز العلمي في المجتمع القطري وتحسين مخرجات التعلم وتحفيز كافة الأفراد والمؤسسات التعليمية على تطوير أدائها وتقدير المتميزين علمياً. الله يوفقهم إن شاء الله في مثل هذه الجوائز اللي دائما ترفع من شأن العلم والمتعلمين، وبالتأكيد بالأول والأخير إحنا لما نشوف شبابنا وبناتنا مقبلين على العلم بهذه الطريقة نستبشر فيهم الخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم يا أبو ثامر. اللهم آمين. هو يعني نعم. اللي يرفع الشأن العلم صحيح، ولكن هذه الجوائز تعتبر من باب التحفيز نعم للمواصلة وبالذات لهذا الجيل الناشئ نعم. فنتمنى لهم التوفيق جميعا. الله يوفقهم جميعا إن شاء الله. إذا نطلع وياكم أعزائي المشاهدين إلى فاصل قصير ونرجع بعده لمتابعة ترحيب، خلكم معنا. حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام، ونجدد الترحيب بكم بعد هذا الفاصل. تزايدت في الآونة الأخيرة معدلات الطلب على عمليات الجراحات التجميلية، خاصة مع التوسع في عمليات شفط الدهون وإزالة الترهل الجلدي البطني، وذلك في ظل ما توليه مؤسسة حمد الطبية للجراحات التجميلية من أهمية كبيرة ضمن برنامجها المميز للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية الشاملة وتطويرها بشكل مستمر. نعم أبو ثامر، الحديث أكثر عن هذا الموضوع المهم يسرنا أن يكون معنا اليوم في الاستديو الدكتور حبيب البسطي، استشاري أول رئيس وحدة جراحة التجميل مستشفى رميلة ومؤسسة حمد الطبية. مرحبا ومسهلا فيك دكتور، حياك الله في ترحيب. أهلا بك. مرحبا. يا مرحبا ومسهلا. حياك الله يا دكتور، سعداء بتواجدك معنا في هذه الحلقة، وبلا شك الجميع ينتظر ما سوف تترين به بإذن الله في مسار هذه الحلقة وبالخص في هذا الموضوع المهم. خلنا نتكلم بشكل عام عن قسم التجميل في مؤسسة حمد الطبية وأدواره اللي يقوم بها. قسم جراحة التجميل قسم فيه توسع كبير جدا أصلا، ويتداخل فيه كثير مع كثير من التخصصات الطبية الموجودة. تقريبا ما يكاد أن يكون فيه تخصص في الجراحة إلا والجراحة التجميل لها بصمة فيه. عندنا بصمة في جراحة مثلا جراحة الأطفال،
اللي هم الجراحات الشقق الشفة الأذنبية والجراحات الأذن وجراحات التشوهات الخلقية في الوجه، نعم. وكذلك الجراحات التشوهات في اليد أيضا الخلقية، مع الجراحة الجراحات السمنة، جراحات ما بعد السمنة تقصد؟ ما بعد السمنة نعم. هو طبعا هي السمنة تقسم، يعني في ممكن يكون قبل، ممكن يكون مع أو بعد، مع أو بعد، نعم. أي نعم، إذا كانت الترحلات بدرجة مثلا أولى مثلا بحيث أنه في تجمع دهني بس من غير ما يكون في ارتخاءات كبيرة، غالبا هذه تحتاج إلى شفط دهون بس، ما تحتاج إلى وهل عملية هذه خطرة دكتور شفط الدهون؟ إحنا نسمع عنها الأمان، نسمع ساعات مبالغة في وصف اللي قاعد يصير، إنه من يمكن ناس لا قدر الله يدخلون في كوما، ولا ناس يصيدهم نزيف وكذا، يعني وش الخطورة اللي مترتبة عليها؟ يعني في وايد موانع تمنع الإنسان يقدم على هذه العملية بسبب المخاوف اللي موجودة، ما نعرف إذا هي صحيحة ولا لا. يعني هو حقيقة يعني الإحصائيات العالمية تقول غير هالشكل، نعم. يعني الآن جراحة التجميل شفط الدهون هي من أكثر يعني الجراحات التجميلية أمانا، نعم. إذا اتخذت الإجراءات الصحيحة والسلامة، واختير المريض الصحيح لها، نعم. يعني المريض اللي يحتاج إنه يعني شفط دهون كبير جدا، هذا يعني مشان يخفف وزنه هذه العمليه، مو عشان تخفيف الوزن، فتؤدي الى مضاعفات. طيب شنو الهدف من شفط الدهون اذا هذه ما تنزل الوزن؟ يعني شنو القصد منها؟ الهدف منها هو تشكيل الجسم زين، بس يعني هي جراحه تجميليه، هي جراحه صارت. عندي وايد اسئله، هي اسال عقبك والله، عندك المجال روح. زين اخر سؤال وبثامر بيسالك، انا ودي اسال الان، لما انت تقول نشفط الدهون، طيب القصد منها نحت، هذا هو اللي نسمع عنه، نحت الجسم، نعم. طيب والترهلات دكتور، هذه هي نفسها؟ الترهلات اذا كانت ترهلات بسيطه جدا تروح مع شفط الدهون، اذا كانت ترهلات بسيطه جدا، نعم. والترهل مش كبير جدا، فممكن بالشفط يتحسن كل شيء، نعم. دكتور انا اتوقع ان من خلال الشغف اللي عند خالد لاخذ المعلومات عن شفط الدهون هو مقبل على هذه العمليه ومتردد. لا بعيد الشر الله لا يقول، بس عندي وايد لا هو اصلا لا يعني اصبحت من هو دكتور من الجراحات الشائعه اصبحت هي اصبحت الان ظاهره لدى الجميع، صحيح. شفط الدهون، ولكن لكل عمليه اثار سلبيه، نعم. وهذا يعود ايضا على المركز اللي انت راح تقدم وتسوي فيه العمليه، من ناحية الأدوات المستخدمة في هذه العملية، وكذلك على الحرص على تطهير مثل هذه الأدوات التي تستخدم في مثل هذه العمليات، ولكن هي أصبحت الآن رائدة بشكل كبير، وهناك توجه عليها أيضا من قبل المرضى في هذا الخصوص. طيب أرجع إلى بعد القص هناك ترهلات في الجسم، هل ممكن أن تكون العمليتين مع بعض، التجميلية وكذلك عملية إزالة مثل هذه الزوائد في الجسم، أو إلى أن ينقص الوزن ومن ثم ممكن يقدم على هذه العملية؟ لا الفترة اللي يكون المريض يكون فيها محتاج إلى عملية قص معدة مثلا أو تحوير، تكون عنده نسبة الدهون عالية جدا أصلا، فمهما عملنا من جراحة تجميل مش حيصل إلى يعني المستوى المطلوب او اللي مبتغى اللي يبتغيه المريض مثلا، نعم. من شكل ومن تعديل واشياء من هذه، بالاضافه انه قد يحتاج الى يعني لو سواها في ذاك المرحله وبعدين هو نقص مثلا 40 او 50 كيلو، حيحتاج الى اعادتها مره ثانيه، حيحتاج الى اعاده عمليه التجميل مره ثانيه، صحيح. فالافضل انه اصلا يصل الى مرحله يكون المرحله النهائيه بالنسبه للمريض، يعني انا افضل تكون لا تقل عن فتره يعني على حسب الوزن سنه مثلا من بعد العمليات قص المعده، بحيث ان يصل الوزن الى يعني الى ثبات معين، ثبات معين، بالاضافه الى ان كثير من المرضى ترى يعني، وهذه احصائيه موجوده عندنا في المؤسسه، بعد قص المعده يبتدي المريض يتحسن كثير جدا جدا جدا، يفقد 40 50 60 كيلو، نعم. هذا شيء جيد ايجابي جدا، فيبتدي يتحايل على قص المعده، ويبتدي ياخذ
مره ثانيه سوائل اشياء وسوائل حلوه زياده عن اللزوم الاشياء ويبتدي وزنه يتجه العكس ويفقد كل اللي سواه يعني الواحد يكون مخاطره اي نعم فهذا فالثبات مهم جدا يعني والاستشارات النفسيه احيانا لها دور والاستشارات التغذيه لها دور اكيد في هذا الموضوع علشان المريض يستمر مش بس يقص المعده ويطلع خلاص وينهي لا نعم. لازم يكون هو على برنامج صحيح نعم. انا دكتور ودي اسالك هل العمر له دور ايضا يعني احنا نشوف ان في ناس مثلا تجاوزوا مثلا الخمسين ايضا يرغبون بعمليات قص المعده بحيث انه هو يحافظ على صحته هل بتنفع مع عمليه قص المعده هذا اولا والشيء الثاني هل العمليات المطلوبه من الشد او شفط والامور او نحت الجسم هذه هل بتمشي مع واحد بعد ما عمر الخمسين ولا لا او بتكون مؤثره عليه هو طبعا ما في حد معين يعني موضوع ما في عمر معين اي ما في حد معين لو او عمر معين لكن الناس اللي هم في عمر متقدم احيانا يكون داعي لهذا هذه العمليات طبي اكثر مما هو نعم. يعني. اكثر ما هو تجميل سواء كانوا عندهم صار عندهم السكري او صار عندهم الضغط او صاروا محتاجين الى عمليات ركب او عمليات في الظهر مع الوزن الكبير العمليات هذه مثلا عمليات الظهر او الركب هذه ما تنجح فلا بد ان تسبقها قبلها عمليات تنزيل الوزن قص الوزن وانقاص الوزن هذه نعم. هذه بالنسبه لكن ما في حد عن وزن معين ممتاز طيب دكتور يمكن في بعض التساؤلات الغريبه حقيقه حول هذا الموضوع ان بعد شد الجسم وعمل العمليه التجميليه احيانا الانسان يرجع مره اخرى ويزيد وزنه هل ممكن يصير مثل التشققات في الجسم من خلال شد الجلد والخياطة في العمليات التجميلية؟ اي نعم يصير هذه التشققات اللي تصير في 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 في, في الجسم اصلا تصير مع السمنة تصير لو الجلد انشد لاي سبب من الاسباب وصار الشد هذا يعني في اتجاهين مختلفين مره زياده مره نقص مره زياده مره نقص ويحصل هذا حتى في الحمل بالنسبه للنساء نعم. فنفس الشيء بالنسبه للرجال او بالنسبه للنساء بعد العمليه هذه اذا صار في تذبذب في الوزن كبير جدا صعود ونزول نعم. يصير الجلد خلاص مو قادر انه يفقد المرونه مالت الجلد خلاص ويصير عنده فيه يسمونها التشقق في الأدمة الداخلية هذه وهذا اللي يسوي مثل الشقوق في الجسم وفي الجلد نعم. دكتور أنا بدي أسألك عن عملية بدينا نسمع عنها أعتقد هي تجميلية يمكن اللي هو شد الفكين أو المنطقة هذه منطقة الرغبة ما أدري شنو أنتم تسمونها في المصطلحات الطبية ولكن بدينا نشوف يقول لك يعني هذه يمكن مختصة بخواتنا السيدات اللي يمكن تجاوز عمر معين عندهم يمكن يصير نزول في هذه المنطقة فهم يشدونها ما أدري شنو الخيوط الذهبية أو الحقن أو أنا ما أعرف يعني بس ودنا نتكلم شوي في هالموضوع بعد هو شد الوجه يعني شد الوجه نعم هذا ما له علاقه طبعا بعمليات الفكين لان عمليات الفكين هذه لها مجال ثاني مختلف لا مقصد الفك اقصد منطقه الرقبه اي نعم منطقه الرقبه ومنطقه الوجه يعني نفضل احنا هو يكون في سن ما بعد ال 50 60 لان هذا السن اللي يصير فيه الارتخاء التغيرات اللي يصير أو في الترهلات. الوجه والترهلات هذه تغير في الوجه فقد الدهون تصير البروز في الفكين وفي المناطق هذه كلها نتيجه فقد الدهون هذه يعني هذه يعني التغيرات هي اللي تؤدي الى يعني الرغبه في عمليات مثل هذه عمليات شد الوجه او نعم. الله يعطيكم العافيه طيب خليني ارجع الى 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 قسم التجميل وأرجع أيضاً إلى مؤسسة حمد الطبية وكذلك الأجهزة المستخدمة ومدى تطورها في القسم دكتور إحنا طبعاً في قسم التجميل يعني دائماً يعني نطلب المتطور وأحدث الأجهزة موجودة عندنا من الليزرات عندنا أفضل الشيء من عمليات شفط الدهون أيضاً عندنا الأجهزة المتقدمة جداً يعني تقريباً من آخر الأجهزة اللي نزلت في العالم يعني موجودة في هذه الأشياء لكن يعني هو للأسف ما أصبح في حد معين للرغبة فالإنسان يبي يصل إلى درجة الكمال في, في, في كل شيء نعم. فإحنا ما نستطيع أن إحنا يعني نجاري هذه الرغبة هذه لكن كل ما هو مطلوب حقيقة يعني المؤسسة والدولة ما شاء الله ما تقصر في
في في في, نعم. في الدعم سواء كان بالنسبة للأجهزة وبالنسبة للفنيين وهذا أبدا ما تقصر. طيب دكتور أنا بدي أسألك نرجع إلى الحالات الثانية بالنسبة لا قدر الله لحالات الحروق. الآن وش العمليات التجميلية؟ أكيد اللي أنا أعرف أن حالات الحروق تكون مختلفة حسب درجة الحروق الناتجة من أو الأضرار المترتبة عليها. وش الإجراء الأولي أو الاحترازي اللي أنتم تسوونه يعني لعملية التجميل لإعادة ترميم هالمناطق؟ هو طبعاً إذا نتكلم عن الحروق، الحروق يمر بالمرحلة الحرجة الأولى مثلاً. نعم. هذه الاهتمام حيكون في حياة المريض أهم شيء. نعم. يعني إحنا صحة المريض. صحة المريض. نعم. إعطاء السوائل، تغيير الجلد، الرقعة الجلدية، الأشياء من هذه إلى أن ما يشفى بالكامل ويطلع من قسم الحروق. نعم. وبعدين تجي المرحلة الثانية اللي هي مرحلة التأهيل. مرحلة التأهيل. والمرحلة التأهيل هذه طبعاً ممكن طول أحياناً. تعديل الشكل إذا كان فيه مثلاً في اثار تشوهات من 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 نعم. من الرقعه الجلديه مثلا او الاشياء مثل هذه احنا بنبتدي نعوضها بشكل شيء من الجلد نفسه. نعم. وين اكثر المناطق دكتور اللي تاخذون منها القطع الجلديه؟ هو ال 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 الرقعه الجلديه اغلبها بناخذها من الفخذ او من الفخذ. على حسب يعني. نعم. حسب المتاح. يعني لو كان المريض عنده مكان متاح للرقعة فغالبا هناخذ من الفخذ او من لكن اذا كان ما في يعني احيانا الفخذ يكون محروق بالكامل واليدين تكون محروقه مثلا الوجه يكون محروق احيانا حتى نضطر ناخذ من فروة الراس احيانا من فروة في الراس في بعض الاحيان عادي دكتور ما له تاثير لا ما له تاثير لان طبقه الجلد اللي ناخذها من فروة الراس طبقه سطحيه كلش يعني أيوة طبق سطحية يعني خارجية. يا أبو ثامر يمكن هذا الشيء خلينا نستذكر مع السادة المشاهدين يعني سبحان الله أكثر النعم على الإنسان من الله سبحانه وتعالى يمكن واحدة من أكثر النعم وهي نعمة الصحة والعافية. أبو ثامر الواحد يحافظ على صحته يعني الرضا يعني دائما يسألون منه أكثر الناس سعادة هم الراضين الناس اللي ترضى الناس اللي تقبل بالشيء اللي صحيح. موجود صحيح. صحيح لكن صحيح. هذا يعني صحيح. واحد محترق لا هذا محترق أكيد لكن أكيد. اللي أنا بيقول هو تعرض لحادثة وهذا طبعاً. قضاء وقدر نعم لذلك طيب أبي أرجع الليزر وطريقة استخدام الليزر هل يستخدم في الحروق أيضا دكتور؟ دوره في الحروق هو عشان توحيد اللون نعم بس ما له دور آخر توحيد اللون؟ أيوة بالنسبة للليزر لون الجلد بس ما له أي دور آخر بالنسبة للحرق إذا كان يعني الحرق سطحي دكتور نعم يستخدم الليزر هذه استخداماته فقط هو استخدامه في للحروق هو هذا دوره في المرحلة الأولى المرحلة الأخيرة أحيانا يصير فيه بعض الندب اللي هي تكون ظاهرة أو تسوي شد مثلا في الجلد نعم ممكن احنا نستخدم الآن في حاجة اسمها الفراكشنال ليزر هذا الليزر بيدخل بمثل تكسير يعني؟ داخل الجلد يصير مثل يسوي المنطقة هذه مثل مشخالة هذا بنج ولا بنج يعني بحيث من خلال الوسط انا اشوف في الم يسهل الدخول للأدوية للمناطق العميقة في مثلا الجلد هذه ممكن احد الاسباب يعني نعم. طيب احنا نشوف الاهتمام الزايد يمكن انا ودي الفت عنايه الساده المشاهدين ساعات نشوف في وسائل التواصل الاجتماعي تكون اغلب يعني ما بيقول اغلب المعلومات ولكن البعض من المعلومات وكثير منها لا يرقى الى مستوى المهنيه الطبيه فتشوف الناس تتكلم انه والله الكولاجين لازم تحط الكولاجين وكذا عشان تحافظ على مثلا الشكل تاخذ الزنك والامور هذه كلها مدى صحه هذه الاقاويل دكتور هو يعني في اشياء تعتبر كانها يعني الانسان اذا كان هو يعني تعويض مكملات مكملات او نعم. تعويض او تعويض النقص في بعض العناصر في نعم. الجسم مكملات لا بأس. هذه مطلوبه نعم مطلوبه يعني ولكن هو هي التغذيه الصحيه هي اهم من هذا كله نعم احنا نتكلم هل لها يعني دور اساسي لا. دكتور هذه ولا مجرد انها تعويض فقط هي تعويض ما فيها دور قوي جدا للاشياء مثل هذه نعم. سواء كانت الفيتامينات او الاشياء هذه ممكن انها تحسن من تغذيه البشره صحيح. من نضاره البشره بس ولكن ما لها دور كبير جدا نعم. للعمليه طيب دكتور ابي اسال عن الليزر هل الليزر يعني مثل ما سمعنا له اثار سلبيه لا اثار سلبيه عفوا مسرطنات والى اخره هل هذا الكلام صحيح ايضا لا مسرطنات لا لكن لكن فيه طبعا لها اثار نعم. لا شك ان في اثار ممكن
يعني اللي يستعمل الليزر هذا لازم يعرف كيف يستخدم الليزر. لازم يكون عنده يعني دورات تدريبيه على الليزر قبل يكون ماخذها منهجيه. انا ودي منك كلمه اخيره دكتور للساده المشاهدين، ولكن هذه الكلمه الاخيره مختصه بعمليات التجميل للانف. متى يحتاج الانسان لعمليه تجميل لانفه؟ في اي حاله؟ شوف، الحاجه لعمليات الانف هو في 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 شقين. الناس اللي عندهم انحرافات أنفية نتيجة إصابات، وهذه مؤدية إلى آثار أخرى مثل صداع أو غيره أو شخية أو أيوة أو في التهابات في الجيوب في الجيوب الأنفية، هذا يحتاج إلى شك فيه. الناس اللي يحتاجون إلى تغيير تجميلي بحت، يعني أنا أنصح أنه يعني المفروض الإنسان يكون قنوع بشكل أفضل ما هو يسعى. يعني كثير من الناس عندهم بعض التغييرات ما تحتاج إلى حقيقة إلى ما تكون من نطاق الحاجة. فالمفروض الإنسان يعني يكون يعني قنوع بشكله ويحمد الله. وبعدين يعني أنا شفت كثير من الناس اللي تشوف مثلا أنوفهم كانها مثل بعض، هذه تشابهت فهذه أيضا تجميل. أصبحت ما أصبح تجميل، أصبحت يعني كأنه نسخ واحدة. نسخ واحدة. كان واحد طابعها المطبع. أنا أيد كلامك دكتور، وأشوف أنه ما يخدم الإنسان على العملية إلا إذا كان في حاجتها، كان متضرر وفي حاجتها. عموما إحنا استمتعنا بهذا الحديث مع الدكتور حبيب البسطي. شكرا دكتور على حضورك وكذلك على هذا العطاء. على أمل بإذن الله أن نلتقي بك في مواضيع أخرى من خلال شاشة قناة الريان الفضائية. شكرا دكتور. وأنا أشكركم على تحت الفرصة هذه. والواجب شكرا لك دكتور، هذا أقل من الواجب. إذن أعزائي المشاهدين، وفي ذات السياق أيضا يعتبر مركز قطر للتبرع بالأعضاء قسما حيويا في مجال زراعة الأعضاء، لما يتمتع به من إمكانيات عالية التغنية وأيضا معايير صحية وقانونية تسد حاجة المحتاجين إلى جراحة زراعة الأعضاء وتشجيع الناس على التبرع. منذ تأسيسه عام 2011 ساهم مركز قطر للتبرع بالأعضاء هبة في رسم البسمة على وجوه آلاف المرضى الذين يحتاجون إلى زراعة الأعضاء. منذ تأسيس المركز حصل على عدة جوائز محلية، في جوائز نجوم التميز في مؤسسة حماية الطبية أكثر من مرة، وآخرها كان في سنة 2018. خلال هذا العام أجرى المركز قرابة 20 عملية لحالات زراعة الأعضاء، محققاً بذلك نسبة نجاح تفوق الدول المتقدمة في عمليات الزراعة. المركز عضو في لجان عالمية، في اللجنة الأخلاقية لزراعة الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى اللجنة الأخلاقية لإعلان إسطنبول، واللجنة الأخلاقية في جمعية زراعة الأعضاء العالمية التي مركزها في الولايات المتحدة الأمريكية. يتمتع المركز بإمكانيات عالية ويعد أفضل المراكز إقليمياً في زراعة الأعضاء المتعددة. تقنيات زراعة الأعضاء ما زالت كما هي من حوالي 30 سنة. التطور الكبير في زراعة الأعضاء لم يتم عن طريق إجراء العمليات، بل تم عن طريق استحداث أدوية جديدة لتقليل المناعة وتقليل رفض الجسم للأعضاء، بالإضافة إلى أدوية جديدة لمحاولة تقليل المضاعفات التي تنتج من استخدام هذه الأدوية. ولأن قطر تخصصت في زراعة الأعضاء ولنقل تجربتها المتميزة للدول الأخرى، دشنت مؤسسة حمد الطبية أكاديمية الدوحة العالمية للتبرع بالأعضاء التي تعد الأولى من نوعها في العالم. سجل التبرع
هو ابتدى في عام 2012، ومع زيادة التوعية الجماهيرية في دولة قطر زاد عدد المسجلين إلى 33,000، اللي هي نسبة 18% من نسبة البالغين الموجودين في قطر. المتبرع لأثناء الحياة في معايير صحية ومعايير قانونية. من ناحية القانونية، أولاً لازم الموافقة اللجنة الأخلاقية للتبرع بالأعضاء، وعلى أساسه ثم بعدها يتم إجراء الفحوصات اللازمة على أساس نشوف هل هذا المتبرع لا يؤثر عليه بعد التبرع من ناحية الصحية والناحية المستقبلية. نجح المركز في خفض عدد المرضى الذين يسافرون إلى الخارج لزراعة الأعضاء بنسبة 90%، وذلك بسبب الثقة التي يوليها المتبرعون في المركز، فضلاً عن المكانة المرموقة الذي يتمتع بها المركز عالمياً. أنا لا أحب العلاج بالخارج لأن ليس فيها مصلحة للمريض. من جميع المعايير فيها في إحصاءات أثبتت أن هذه المراكز الصحية ليست مؤهلة وليس فيها كوادر يحافظون على صحة المريض، صحة المتبرع. ومعظم الحالات اللي راحت وزرعت ورجعت لنا البلاد يا تكون فيها فقد المريض الأعضاء اللي زرعها بسبب الاختلاطات والالتهابات التي تحصل بعد العملية. وفي إطار تحقيق الاكتفاء الذاتي من زراعة الأعضاء ولتشجيع الناس على التبرع، ينظم المركز بين فترة وأخرى العديد من الحملات الوطنية في المراكز التجارية والمؤسسات التعليمية. مشاهدينا الكرام، التبرع بالأعضاء بعيدا عن هذا المركز، احنا نتكلم عن أن التبرع بالأعضاء هو الحقيقة عمل إنساني، وبدأنا والله الحمد في قطر نتوجه إلى التبرع بالأعضاء من خلال التسجيل في مركز صحيح. التبرع بالأعضاء، فنتمنى التوفيق للجميع، وكذلك نتمنى أنك تفكر مع نفسك يعني. صحيح، والأجر من الله سبحانه وتعالى، والأجر لله عز وجل. في النهاية أنت يعني هذا الإنسان المتوفي إذا تبرع بأعضاء فهو أجر يعود له بإذن الله في يوم الحساب. نعم بالتأكيد، وإحنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خير الجزاء كل القائمين على هذا المشروع والبرنامج، لأن يعني الله سبحانه وتعالى يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم، أو كما قال الله سبحانه وتعالى. إذن اللي إحنا نبي نقوله أن أعزائي المشاهدين، الواحد لما يقدم على أفعال الخير هذه في الدنيا يلقاها قدامه يوم القيامة بإذن الله تعالى. اللهم والإنسان طبعا يكون متوفي بثامر، يعني خلاص الإنسان ترك الدنيا، فأعتقد يمكن هذا يكون أفضل تبرع الإنسان يسويه. نعم، وينقذ حياة شخص آخر. صحيح. نعم صحيح. مشاهدينا الكرام، مستمرين معكم، ولكن ننتقل إلى هذا الفاصل، ومن ثم نعود لنكمل ما تبقى معنا في سياق هذه الحلقة. حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين. كرم مركز قطر للتطوير المهني شركائه من الجهات والهيئات الذي كان لهم الدور البارز في نجاح المبادرات والبرامج التي ينظمها المركز بهدف مساعدة الشباب على التخطيط الأمثل لمساراتهم المهنية بما يتوافق مع قدراتهم واحتياجاتهم أيضا في سوق العمل وفق رؤية قطر الوطنية. نعم، وللحديث أكثر عن أبرز نجاحات مركز قطر للتطوير المهني خلال هذا الموسم وأيضا البرامج المقبلة، يسرنا أن يكون معنا في الاستديو السيد عبد الله أحمد المنصوري، المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني. حياك الله أبو أحمد، سعداء بتواجدك معنا في هذه الحلقة وكذلك بهذا الموضوع المشوق. الله يحييكم، وأنا شاكر لكم الاستضافة وشاكر لكم المتابعة الدائمة والدؤوبة لكل البرامج والمبادرات. هذا واجبنا، هذا واجبنا. أبو أحمد، أنا ودي أسألك في البداية عن مركز قطر للتطوير المهني، يا ليت شوي نتكلم عنه، نعطي نبذة عن الأهداف اللي هو دائما يحرص على أنها تكون موجودة في أجنداته. صحيح. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم.
أنت مثل ما تعرف مركز قطر للتطوير المهني ينضوي تحت مظلة مؤسسة قطر للتربية العلوم تنمية المجتمع. نعم. تحت قطاع تنمية المجتمع بالخصوص. طبعا مؤسسة قطر دورها أو رسالتها واضحة اللي هي إطلاق القدرات. نعم. والتوجه أو بصفة عامة التوجه نحو الاقتصاد المعرفي أو الخروج يعني التحول من الاقتصاد الكربوني إلى الاقتصاد المعرفي. نعم. فكل البرامج والمبادرات اللي تقوم بها المؤسسة تأتي في هذا الإطار. ممتاز. والمؤسسة مقسمة إلى قطاعات، واحدة من القطاعات قطاع التنمية المجتمعية، وقطاع تنمية المجتمع يجي تحت مجموعة من المراكز، أحد المراكز هذه مركزنا إحنا، مركز قطر للتطوير المهني ينضوي تحت هذا القطاع. إحنا طبعاً توجهنا واضح، إحنا نحاول نساعد الشباب في اختيار مساراتهم اللي تناسب مثل ما تفضلت ميولهم وقدراتهم، وفي نفس الوقت احتياج الدولة أو خطط الاستراتيجية للدولة، بحيث فعلاً يكون هم إضافة في الاقتصاد للدولة، وبالتالي يعني إن شاء الله رقي وتطور مجتمعنا. طبعاً إحنا نستهدفهم هم، ونستهدف كل جهة أو كل يعني سواء كانت الجهة هذه مؤسسات أو حتى أفراد أشخاص يساعدونهم في هذا اتخاذ هذا القرار. وهم أيضاً الشباب، إحنا يقدرون عندنا الشباب من سن مبكر جداً، يعني نعتبر إحنا اللي في المرحلة الابتدائية في هذا السن هم أيضاً شبابنا وشباب المستقبل. وبالإضافة إلى المجموعة كلها اللي تصل إلى عمر 26 سنة اللي هو خلينا نقول تقريباً أيضاً درسوا في الجامعة وتخرجوا وباقي لهم فترتين. فهذه إلى الفئة بصفة عامة، إحنا ما مثل ما قلت لك ما نركز عليه، نختارون نحاول نساعدهم يختارون المسار الصحيح والمناسب لهم. بحيث أنه فعلاً لو تلاحظ كثير من أبنائنا وكثير من شبابنا، يمكن حتى اللي في سننا إحنا أو حتى أكبر أو أصغر، كثير يقول أنا لو كنت عارف هالمعلومات أو لو كنت هذه فترة كافية ما كان ضاعت علي كم سنة هذه أو كم إنتاجي أو إبداعي. أو إحنا نبي فعلاً كل حد يروح عمله أو يروح مهنته فعلاً حابها، مبدع متميز منتج فيها. وهذا طبعاً الاهتمام من المؤسسة أو الاهتمام بإنشاء المركز. أنت تسمع يعني أقوال القيادة من أيام سمو الأمير الوالد الله يحفظه ويعطيه الصحة والعافية، وحاليا سمو الأمير، اسمع أنت المسجات أو الرسائل دائما اللي تطلع أنه يا جماعة كونوا متميزين، كونوا مبدعين، كونوا مبتكرين. كون جزء من هذا الأمر أنك أنت تعمل في مجال أو أنت متخصص في مجال فعلا أنت حابه. صحيح. فهذه اللي احنا باختصار شديد يعني رسالتنا يعني اللي نحاول. وأيضا قطر تستحق الأفضل من أبنائها، هذه كلمة سمو الأمير. والحقيقة أن دوركم أنتم في مركز قطر للتطوير المهني هو دور كبير، يقومون بدعم السوق بكفاءات من الشباب القطري الشباب الناجح، كما أيضا قام مركز قطر للتطوير المهني بالعديد من الأعمال التي تحسب لهم الحقيقة خلال انطلاقة من قبل 12 سنة إلى اليوم، وكذلك بتكريم الشركاء وأيضا الجهات التي ساهمت والأفراد الذين أيضا تعاونوا معها على مدار عام 2018. نعم وجاء هذا التكريم أبو ثامر خلال حفل نظمه المركز صباح اليوم بمبنى مكتبة قطر الوطنية في المدينة التعليمية. تفاصيل أوفى نشوفها وياكم من خلال التقرير التالي. نظم مركز قطر للتطوير المهني عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع حفلاً بعنوان شكراً، وذلك لتكريم الشركاء والجهات والأفراد الذين تعاونوا مع المركز على مدار العام 2018. وقد تضمن الحفل استعراضاً لأهم إنجازات المركز خلال العام المنصرم وأهم البرامج والمبادرات التي ينفذها بهدف مساعدة الشباب على التخطيط الأمثل لمساراتهم المهنية بما يتوافق مع قدراتهم واحتياجات سوق العمل. إن الإنجازات التي حققناها في العام الماضي ما هي إلا مؤشر صريح على نجاحنا على المدى المنظور، إلا أننا ندرك بأن نجاحنا يكمن في سعينا لتحقيق الأمن المهني لدولة قطر. نحن في مركز قطر للتطوير المهني عملنا السنة الماضية في كثير من البرامج والمشاركات الخارجية والمؤتمرات، وكان من خلال هذه البرامج تعاون كبير جدا بين قطاعات ومؤسسات الدولة. لولا المشاركة مع هذه القطاعات والمؤسسات والجهات لما نجحت برامج المؤسسة وبرامج المركز. فنحن اليوم هنا في حفل شكرا، في أقل حق نقول للجميع من شارك معنا وجميع من تعاون معنا نشكرهم على جهودهم، وإن شاء الله للسنوات القادمة لتوطيد وزيادة الأعمال إن شاء الله بين المؤسسات.
يذكر أن مركز قطر للتطوير المهني يعمل بالتعاون مع مختلف الجهات في الدولة من أجل المساهمة الفعالة في التوجيه المهني للشباب وإعداد رأس المال البشري الوطني للاستجابة لمتطلبات رؤية قطر الوطنية 2030. مثل ما شفنا وياكم أعزائي المشاهدين، هذا تقرير مفصل عن إنجازات مكتب التطوير المهني وأيضا يعني ما يتعلق بإنجازات مؤسسة قطر للتربية والعلوم. احنا نرجع نستكمل حديثنا مرة ثانية وياكم ويا أبو أحمد. أبو أحمد، احنا بدنا نتكلم شوي عن هذا الموضوع، موضوع ثقافة الإرشاد. احنا كنا على أيامنا في أيام الجامعة كنا نعرف أن في مرشد أكاديمي، ولكن وين وصلت هذه الثقافة عند أولياء الأمور؟ هل أولياء الأمور أصبحوا ملمين بوجود المثقف ولا المرشد أو الإرشاد اللي أنتم تقدمونه؟ صحيح، طبعا هم بصفة عامة لله الحمد احنا اليوم في مجتمعنا في وعي بموضوع الإرشاد وتوجيه المهني موجود لله الحمد في 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 مجتمعنا، وفي خلينا نقول مبادرات أو خلينا نقول في يعني الناس تتفاوت، لكن بدرجة معينة هم يعون هذا الأمر ويسوون بعض التصرفات للأمانة. ولكن احنا من حوالي سنتين قمنا بدراسه مسح ميداني في المجتمع القطري، واخذنا قسنا اولياء الامور، قسنا معرفه الطلبه او الشباب، شفنا المؤسسات بصفه عامه، طلعنا بنتائج جدا جميله صراحه. حتى هي كثير من برامجنا الان تقدم بناء على هذه النتائج اللي طلعت من خلال الدراسه هذه. فعلى سبيل المثال من الدراسه لقينا ان اولياء الامور منخرطين انخراط كبير، يعني تصل النسبه حوالي 67% مع ابنائهم في توجيه المستقبلي. لكن مثلا اعطانا نسبه ثانيه في المقابل ان تقريبا 58% من نسبه الاباء ما عمره التقى بمرشد اكاديمي ولا مرشد مهني. يعني لانه معظمهم عنده تصور او حاب انه يشوف ولده ولا بنته في مجال معين او حاب مسار معين لابنائهم. جيد انك انت تبي الخير، انا يعني هذا واحد من في الاخير كل يبي الخير حق عياله، لكن انت ضروري جدا انه يكون دورك بدل ما يكون دور ضاغط يكون دور فعلا مساند ومساعد. يعني اولياء الامور في بعض الاوقات يسبب فعلا برشر او فعلا يسبب ضغط على ابنه ولا بنته. يعني واحنا نسمع بعض الكيسز من هنا وهناك خصوصا في لقاءاتنا وبرامجنا المباشره مع الطلبه. فانت تبي هو يكون فعلا دور مساند له. انت في النهايه تبي هذا ابنك ينجح. صحيح. او بنتك تنجح، فجزء من النجاح انه هو يعمل او يختار تخصص او مهنه يميل لها، يرغب فيها، يسعى لها، وايضا المجتمع يحتاجها في المستقبل، خصوصا في شيء مهم يعني غايب مثلا عن كثير من الناس. احنا ترى الجيل الحالي احنا نعدهم لتخصصات ولمهن مش موجوده ما نعرفها الان. يعني هذا شيء تغير، يعني تحضرهم للمستقبل، يعني تحضير بالكامل. الان التكنولوجيا والتطور اللي صاير ما اعطى فرصه انك انت قادر تتنبا خلال العشر او 12 سنه الجايه كيف التوجه بيكون. صحيح. فانت اليوم قاعد تعد اعداد لشيء هو راح يعمل فيه انت ما تعرفه حاليا. صحيح. فعلا، وهذا الكلام الصحيح، وهذه هي الخطط المستقبليه. صحيح. الاستراتيجيه بعيده المدى. ولكن تفضل. صح. فانا ارجع حق نقطه مثل ما تفضلت، مثل ما قلت لك في وعي، في اجتهادات هنا وهناك، لكن اللي احنا فعلا الان اعتقد اللي المرحله جدا جاهزه واللي المفروض احنا نبدا ندخل فيه الان خطه. الان المؤسسات اول حاجه لله الحمد الدوله واضعه استراتيجيه للتنميه البشريه. وتسعى لتحقيق هذه الاستراتيجيه. مؤسسات كثيره طبعا دورها سواء كانت حكوميه او قطاع شبه حكومي او حتى قطاع خاص دورها تحقق هالاستراتيجيه لانها لمنفعه المباشره ولمنفعه الدوله او الاقتصاد. صحيح. اللي موجوده فيه. اليوم انا كدوري كولي امر وايضا رسالتنا دائما نوجهها للشباب، اليوم لابد يكون عندك او لابد يكون عندك خطه مهنيه. صحيح. ما اصبح انه والله كلمه انا حابه هذا المجال او انا احتمال اشوف مياله لهذا المجال، لا. اليوم لابد انه يكون عندي على الاقل تصور خطوات انا ايش ابي. صحيح. يعني وانتم على الجميع شاف ان احنا الان بدا عندنا مسار جديد ومسار تكنولوجي. الان صار الادبي والعلمي والتكنولوجي. صحيح. هذا المسار ما طلع من فراغ، طلع انه في حاجه جدا 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 كبير. فكيف انا اليوم استعد حق هذا المسار او لمساري انا الشخصي؟ هل انا المسار الادبي ينفعني؟ المسار العلمي ينفعني؟ المسار التكنولوجي؟ طيب المسار الادبي ما زال نحن في اللغه عامه، ما بعده ايش وضعي في الجامعه؟ ايش التخصصات؟ ايش الكليات؟ بدرس داخل قطر، بدرس خارج قطر، داخل قطر وين المؤسسات التعليميه اللي بتعلم فيها؟ من بعدها وين بشتغل؟ لابد ابتدي اسال نفسي هالاسئله وابتدي فعلا احط لها اجابات من الان واسعى في تحقيق هذه الاجابات. هذه ابو احمد اسئله مهمه جدا الحقيقه، يعني ينتاب الانسان ايضا الفكر في مثل
مثل هذه المواضيع. صحيح. وخصوصا اني انا والله انا بدخل ادبي، طيب انت بتدش ادبي لكن انت بعد الادبي وين بتروح؟ هل هناك ميول معين؟ انا بدخل علمي، طيب بعد العلمي انت وين بتروح؟ هل هناك ميول معين؟ لابد ان يضع الانسان او الطالب الحقيقه خطة ومستقبل واستراتيجية للحياة المقبلة. صحيح. كذلك دور ولي الأمر مثل ما أشار أبو أحمد دور مهم ورئيسي. نعم. للمساندة والدعم. نعم. وليس للضغط. صحيح. أنت ممكن والله أنا ودي أشوف ولدي مثلا ضابط ولا مهندس، لا خله على ميوله. صحيح. أنت شوف شو الرغبات اللي عنده. إذا أنت تبي الإبداع والنجاح خله على توجهه اللي هو حابه. نعم. هل هناك تواصل أبو أحمد بينكم وبين أولياء الأمور؟ وخصوصا ان دورهم اساسي جدا جدا جدا. يمكن يكون الولد 8 ساعات برا او 6 ساعات، ولكن الساعات المتبقيه راح يكون عند ولي الامر او وليه الامر، فهي المعلمه وهو المعلم وهو الموجه. صحيح. طبعا احنا بصفه عامه في كل برامجنا حريصين انه يكون في التقاء وتواصل مع اولياء الامور، ونحرص في البدايه قبل ان نقدم اي برنامج. واعطي مثال على سبيل المثال، تعاوننا الاخير مع الخدمه او اكاديميه الخدمه الوطنيه. نعم صحيح. احنا مع اكاديميه الخدمه الوطنيه ايش اللي تم؟ اتفقنا معاهم الله يجزاهم خير ان كان اول لقاء او شرح كان شرح مع اولياء الامور. لان تعرف يعني الان موضوع الخدمه الوطنيه والموضوع انه والله معظم الطلبه هذول كان عندهم قبول او انها هاي السنه راحت عليهم او ما راحت عليهم، جلسنا مع اولياء الامور شرحنا اهميه انه هل انت تعرف ايش توجه ولدك الان على حسب المجموعه اللي موجوده. فجلسنا معاهم صراحه في جلسه، كان لقاء انا تفاجات صراحه لان كنا احنا يعني في حدود توقعنا المحاضره او تكون في حدود الساعتين تقريبا، كنا من الساعه 7 انا ما طلعت الا الساعه 11 بالليل من عندهم ما شاء الله تبارك الله في ذاك اليوم. فوصلنا الرساله لأولياء الامور وطلبنا منهم ان يتواصلون مع ابنائهم. بعد ذلك انا سويت محاضره ثانيه او لقاء اخر مع الطلبه نفسهم او المتحقين بالخدمه الوطنيه، تم الشرح. الان خلال الشهرين الشهر ان شاء الله تعالى فبراير هذا حنقدم لهم مثلا الاختبار الالكتروني او اللي احنا نقدمه بحيث انه يساعدهم في تحديد ميولهم. نعم. وتوجهاتهم. شوف كيف بدينا الدرجات. فلذلك احنا حريصين الان معظم برامجنا اول حاجه ننتقي، لان فعلا ولي الامر وولية الامر لها. وصار على فكره مثلا اضرب لك مثال، يوم الخدمة الوطنية يعني خواتنا الله يحفظهم الأمهات كان تواصلهم وأسئلتهم ودقتهم كانوا مهتمين بأبنائهم. أنا أتكلم أن الأمهات مهتمين بأولادهم. فكانت عندها خطط وكانت عندها برامج وقالت إحنا الشكل صار معاه وهذا كذا. فليدرك أن ولي الأمر اليوم جدا مهتم الاثنينهم الله يعطيهم الصحة والعافية يعني. فضروري أنك أنت تشاركهم، ومثل ما قلت لك وايد لقيناها مفيد جدا انك انت تتواصل. لذلك واحده مثلا من البرامج الجديده اللي مقدمها السنه نسميه الارشاد والتوجيه المهني الاسري. ممتاز. يعني تجيني انت كطالب او تجيني انت كطالبه مع ولي امرك سواء اثنينهم او واحد منهم. لان النقاش اللي تم في النهايه هم مثلا يجونك يبحثون عن اجوبه. صحيح. احنا ما نعطي اجوبه. نعم. انتوا ادرى بحالكم. نعم. انت ادرى بحالك. نعم. انت ادرى بحالك يا شاب، انت ادرى بابنك. صحيح. يا ولي امر، انت ادرى ببنتك. نعم. يا ولي. صحيح. امر، وكل واحد يعرف قدراته ايضا بصفه عامه. نعم. نعم. لكن احنا نفتح الافاق، نحاول نساعدهم او نسهل لهم كيف إدارة الحوار، إيش طبيعة الأسئلة. نعم. إيش طبيعة النقاش اللي ممكن يتم. صح. بعض المعلومات اللي ما فيهم فيها إحنا سواء كنا أو ندلهم حتى كيف يحصلنا على المعلومة. هو الوضع. نعم. مساهمة بالأول والأخير بصفة عامة. مساهمة وتوضيح أيضا مثل ما ذكرت، يعني نفتح الآفاق لهم لتكوين قاعدة توجيهية صحيحة سليمة لأبناء المستقبل. صحيح. نعم. نتناقش مع أولياء الأمور أنه يا جماعة أخذوا هذا استثمار. صحيح. هذا. صحيح. استثمار بشري الدولة سمته وأنت تعتبره استثمار مثل. نعم. ما أنت تستثمر ماديا في أمر معين، هذا استثمار كبير في أبنائك وبناتك. صحيح. صدق. صحيح. يعني. وأنا متأكد أن هذه الرسالة أيضا وصلت للسادة المشاهدين، وكل واحد سبحان الله يعني يعمل بقصد الخير. يعني كل واحد يبي الخير حق عياله ويبي الخير حق. أكيد. هذا الوطن. أنا ودي منك كلمة أخيرة تحب توجهها للسادة المشاهدين أبو أحمد. أنا بصفة عامة أركز على خلينا نقول رسالتين. رسالة أولياء الأمور أن يا أولياء الأمور أنتم مؤتمنين. الدولة والطموح اللي موجود من رؤية من استراتيجيات من أمور كثيرة وظروف، الدولة جدا طموحة والدولة يعني وضحت كل اللي تحتاجه واللي تبحث عنه في المستقبل. صحيح. باقي أنا اليوم دوري كمؤتمن من ناحيتين، من ناحيتي أنا وإنتاجي في هذه الدولة، وأيضا استمراريته ومستقبلها من خلال أبنائي وبناتي. هذه رسالة وايد مهمة. رسالة ثانية لأبنائنا وبناتنا، ما أصبح الصراحة اليوم عنده عذر أو عندها عذر أنها ما تنجح في المستقبل. نعم. يمكن الأوليين والظروف اللي مرت، الظروف القاسية، ظروف الحياة، وبعدها جات عندنا الطفرة والأمور كثيرة كانت متاحة. لكن اليوم اللي موجود من معلومات والموجود من فرص فعلا تخلي كل شخص طالب ولا طالبة، ابن ولا بنت،
يكون مسؤول انه فعلا يضع له خطه تكون التفكير. فعلا تنجح وينجح ويبدع في المستقبل. نعم. وبالتالي يكون اضافه فعلا ويكون نعم. يكون فعلا نعم. انسان ايجابي ومنتج في مجتمعه. صحيح. بالتاكيد. والله يوفقهم ان شاء الله جميعا. واحنا ايضا بدورنا نشكرك على حضورك معنا اليوم السيد عبد الله بن احمد المنصوري المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني. الله يوفقك. الله يحييك. شكرا لك. والله يقويك. الله يجزاكم. اذا مشاهدينا الكرام وصلنا لختام هذه الحلقه من برنامجكم اليومي برنامج ترحيب. لأي اقتراحات أو استفسارات وللتواصل مع فريق عمل ترحيب بالإمكان التواصل عبر بريد برنامج ترحيب الإلكتروني. نعم. أو متابعتنا والمشاركة عن طريق حساباتنا على الفيسبوك تويتر أو الإنستغرام والسناب شات. نرحب بأي اقتراحات أو استفسارات. نشوفكم على خير. أمان الله. أمان الله.